بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي دورة الـ HTML أو حتى الاحتراف ببساطة، وهذه هي المحاضرة الرابعة من دورات الـ HTML. في هذه المحاضرة سأقوم بإكمال تاج الـ Image بإدراج رابط خارجي من جوجل داخل التاج، أي استدعاء رابط خارجي لصورة معينة. سأقوم أول شيء ببحث عن صورة ما، ولتكن هذه العربة، أضغط عليها كليك أيمن ومن ثم فتح الصورة، أخذ هذا الرابط، أنسخه وأضعه داخل الـ SRC للإيميج. هذا هو تاج الإيميج وهذا هو الـ SRC. بدل امتداد الصورة الذي كان على اللابتوب أضع هذا الامتداد، أحفظ ما كتبته وأرفش صفحتي. نلاحظ ظهور العربة لأنني استدعيتها من رابط خارجي. هذا ما يخص تاج الإيميج. اليوم سأقوم بتغيير الإديتر الذي أقوم بالكتابة به لإكمال الحلقة الرابعة من هذه الدورة. نقوم بتنزيل إديتر خاص من الإنترنت. الإديتر ما معناه هو التكست الخاص لكتابة لغة الـ HTML. فأنا أستخدم اللي تفهمكم بالبداية أو بالابتداء تكست الحاسب الخاص بداخل الحاسب وهو النوت باد. الآن سأنزل تكست خاص بي من الإنترنت يكون فيه الفهم بأكثر وضوح، وسوف تتناول التغيير. فلو كتبت في شريط البحث نوت باد بلس بلس وقمت بإنتر ومن ثم أضغط على أول رابط، أنزل على داونلود، أنتظر البرنامج حتى يتم تنزيله، نزل البرنامج. الآن سأضغط عليه بالزر الأيسر للماوس، أضغط على يس، أختار اللغة الأجنبية نعم، أضغط على نيكست ونيكست العفو أي أجري، أضع هذا المسار نفسه وعدم تغيير المسار فهذا خطأ، نيكست ليس خطأ لكن للسهولة عدم تغيير المسار. لا أقوم باللعب في الإعدادات لأنها صحيحة نوعا ما. نيكست، أختار فقط الاختيار الثالث ثم انستول، انتظر البرنامج حتى ينتهي ثم فينيش ورن. لا أقوم برن، فينيش البرنامج فقط ثم نرى ظهور البرنامج هنا في الأسفل، هو هذا النوت باد بلس بلس. استطيع فتحه بالضغط عليه مرتين، هكذا يفتح أول مرة النوت باد بلس بلس، فيه فايل سيف أز وسيف حاله حال النوت باد الاعتيادي، فيه سيف من هنا ومن هنا، فيه الرجوع والتقدم خطوة، وفيه رن إلى جوجل أو أي متصفح آخر. سأقوم بالخروج من هنا وفتح صفحتي باستخدام النوتباد بلس بلس. نرى أن الكود قد تلون وهذا للفهم أسرع، فالرابط يوجد تحته خطوة يمكن فتح فقط بالضغط عليه، والتاجات في اللون الأزرق والخصائص في اللون الأحمر الموجودة داخل التاجات. سأسحب هذا للجانب وسأفتح في الجهة الأخرى الجوجل، سأقوم برن
in جوجل اخرج من باقي الصفحات وابقى في صفحتنا. اخواني اخواتي هذا ما يخص درسنا لليوم، نراكم في الحلقة الآتية.